يا الله يا فتاح، بالفتح جدلنا وبالحق حققنا، ولا تبقي مانع. نعم. وأومأ لخوف تأديه أو تلطخ ثوبه لا جسده. لا جسده. ثم قال: وأومأ لخوف تأديه أو تلطخ ثوبه لا جسده. لما قال يتمادى أمره بالتمادي، قال أتمها أتم صلاتك، كأن قائلا قال له كيف أتم صلاتي؟ الدم يسيل، فكيف أتم صلاتي؟ فجاء الجواب: أتممها والدم يسيل، ويلطخ ثوبك ولا شيء عليك، ما دمنا أعطيناك القيد الأول، وهو إن لم يخشى تلطخ خمس جيب، فإن خشيت تلطخ خمس جيب فلا، لعله يصلي في الصحراء، في الرمال، في الصحراء، الصيف يخرجون إلى المصليات، والمصليات الرمل، والدم إذا سقط على الرمل أخذ ذلك الرمل الطبيب ولا شيء فيه، أو في أي مكان، إذا الإمكانية موجودة. المهم هنا أجاب عن سؤالي كيف أصلي بقوله: وأومأ لخوف تأديه أو تلطخ ثوبه لا جسده. النص ثلاث مسائل. المسألة الأولى: من خاف ضررا على جسده من آثار استرجاع الدم عند الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، قوله هو أومأ لخوف تأديه، تأديه من الأذى، قد علم من نفسه ومن طبعه أنه يتأذى إن هو ركع ثم رفع من الركوع فرجع شيء من الدم، أو سجد فرفع من السجود فرجع شيء من الدم، يؤذيه هذا في ذاته، يعني في صحته. الكلام هنا على صحة. فإن كان كذلك يستحب له أن يصلي بالإيماء. ما هو الإيماء؟ هو الإشارة إلى الركوع بقربه ثم رفع، والإشارة إلى السجود بما هو أكثر من الركوع ولكن ليس لا ركوع ولا سجود. الإيماء أي أن تومئ بجسدك إلى الركوع وترفع، وتومئ إلى السجود أكثر منه إلى الركوع وكذا. وهنا ليس فيه احتمال استرجاع الدم وأذية النفس. وأومأ لخوف تأديه هو، مسألة أولى. مسألة ثانية في قوله لخوف تأديه أو تلطخ ثوبه، هنا وقفة عظيمة جدا. الصلاة بالركوع والسجود، فإن خشي تلطخ ثوبه جاز له الإيمان. قلنا في المجلس السابق: من ظن أنه يمكن أن يأخذ الفقه من مختصر خليل بنصه فقط دون الرجوع إلى الشرح ضل. لاحظ هذه الجملة ما أبسطها، أو تلطخ ثوبه، فمعناها الظاهر أن من خشي وهو يصلي بالرعاف أن ثوبه يتلطخ جاز له ماذا؟ أن يصلي بالإمام. خطأ، مع أنه ظاهر، أو تلطخ ثوبه. لهذا قلنا لأبنائنا طلبه ونقول ونعيد: مختصر خليل يقرأ من الشروح ومن المشايخ الذين ينقلون ما في شروح سادتنا العلماء رضوان الله عليهم. إذا ما معنى قوله أو تلطخ ثوبه؟ قال: المراد بقوله أو تلطخ ثوبه الثوب الذي يفسده الغسل بالماء، أما الثوب الذي لا يفسده الغسل بالماء لا يجوز الإيماء به وليتلطخ، لأن غسله لا ضرر فيه، أي لا ضرر مادي. شوف عظمة الفقه، مسألة هنا مادية، فقالوا حفاظا على ماله ولئلا يبذر، هو الآن لابس جلابة أتى بها من المغرب من كتان عظيم جدا غالي جدا، ولا تغسل إلا جافة، بعض الثياب لا تغسل إلا بالبخار، في بعض الثياب لغلاوتها اللي ما فيها من الطرز هنا ونحوه لا بد أن لا يلمسها الماء، إن لمسها الماء فسدت وغالية جدا. إن كان يلبس هذا الثياب الغالي جدا الذي إن مسه الماء دخل الماء فسد ورعف وخشي أن يصيبه الدم، لأن إن أصابه الدم سيغسل قطعا فيفسد فيضيع هو في ماله، يقال له ثوب. أما غالب ثياب الناس اللي هو غالب ما نصلي به، فهذا إن أصابه إن خشي عليه أن يصيبه الدم فأومأ
بادرت صلاته، لأن غسل الثوب هذا بالماء ليس فيه تبذير للمال ولا يضيع هذا الثوب. المسألة الأخيرة في قوله لا جسده، لا جسده، والحكم الأخير هذا في مسألة النص أنه من خشي إذا هو أتم صلاته بالرعاف أن يتلطخ جسده، ذاته، وجهه، يديه أو نحو ذلك، فأومأ بطل صلاته، لا يجوز له الصلاة بالإيماء، ويصلي بالركوع والسجود، وإن أدى هذا إلى أن يتلطخ وجهه أو شيء من يديه أو كذا بالدم، لأننا نتكلم عن رخصة، ولأن الصلاة قد دخلناها فلا نقطعها لرخصة رخص فيها الشرع، وهي الصلاة بتلك النجاسة حفاظا على الوقت. واضح؟ فإذا في النص ثلاث مسائل، هذه هي في قوله وأومأ جوازا لخوف تأديه أو تلطخ ثوبه لا جسده، أي لا تلطخ جسده.